مشاهد جنونية في مدينة فيلادلفيا الأمريكية لاقتحام ونهب متاجر شهيرة فضلاً عن إتلاف الكثير من الممتلكات في ردة فعل غاضبة على حكم قضائي. حشد من المراهقين شق طريقه إلى وسط المدينة، ثم بدأ في اقتحام ونهب وتحطيم متاجر مثل أبل وفوت لوكر في وسط المدينة. الشرطة حاولت السيطرة على الوضع، خصوصاً بعد الاعتداء على سيارة تابعة لها، وأعلنت اعتقال عدد من المشاركين في أعمال الشغب. ردة الفعل الغاضبة تأتي بعد إسقاط قاض جميع التهم الموجهة إلى ضابط اتهم بالقتل الخطأ لسائق شاب في أغسطس الماضي، وهو حكم سبب صدمة لأسرة وأصدقاء الضحية. أعمال الشغب عادت للأذهان أحداث فيلادلفيا المؤسفة عام 2020، حينما قررت الإدارة الأمريكية إرسال قوات من الحرس الوطني بعد عمليات شغب ونهب شهدتها المدينة احتجاجاً على مقتل شاب برصاص الشرطة. فهل تتصاعد الأحداث في المدينة؟